خلوني أعطيكم قصة سمعتها من الشيخ النابلسي، جميلة جدا القصة. يقول: جاء رجل إلى قرية من القرى يسأل عن شخص هو لا يعرفه، واحد يدور واحد هو ما يعرفه، قال: يا جماعة وين فلان ابن فلان الفلاني؟ قالوا: فلان ابن فلان الفلاني هذاك الرجال هناك. فلما ذهب إليه وإذا به شخص بسيط عادي، إنسان يعني ليس لديه ميزة عبادة ولا طاعة، إنسان عادي جدا. فجاء إليه وقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: يا أخي أنا أريد منك أن تخبرني بالعمل الذي بينك وبين الله والذي لا يعلم به أحد إلا الله. قال: أي عمل تقصد؟ قال: في عندك أنت عمل تعمله، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، وأنا أتيتك من مكان بعيد. لماذا؟ لأن في شيء صار لي علي بسبتك. أنت عندك عمل خفي، ما هو؟ وش سويت بينك وبين الله؟ ألح عليه، أصر عليه حتى أخبره. قال: نعم، أنا تزوجت بقريبة لي. يقول: فلما تزوجت عليها مسكتني بعد الزواج وقالت: استرني سترك الله. قال: وش فيك؟ قالت: أنا حامل من غيرك، ولو علم أهلي لقتلوني مباشرة، وأنا بين يديك، إن أردت أن تخبرهم فافعل، وإن أردت أن تسترني فاسترني سترك الله. يقول: فأسكت الرجل. قل: أسكت وتحملت الأمر على مضض، وخرجت من البلدة التي أنا فيها وجئت إلى هذه البلدة لا أحد يعرفني فيها. يقول: فلما زوجتي خلق، يقول هذه منعتها عن الناس، ما تقابل أحد حتى ولدت. يقول: فلما ولدت أخذت طفلها في آخر الليل وذهبت إلى باب المسجد، لما شفت الناس دخلوا المسجد يصلون، يقول رحت وراء باب المسجد وحطيت الولد ورحت أصلي مع الناس. يقول: صلينا وخلصنا من الصلاة، فلما انتهينا من الصلاة صاح الطفل، تجمع الناس: هذا ابن من؟ هذا ولد من؟ من يعرف هذا الولد؟ فقال لهم هذا الرجل: خلاص ما دام ما تعرفونه أعطوني إياه وأنا أربيه، لكن اشهدوا هذا ليس بابني وإنما هو لقطة وجدته في المسجد. فأخذ الابن، يقول: أخذته وأعدته إلى أمه وقلت: هذا ابنك بين يديك الآن، ربيه، أنت الآن سترتي أمام الناس كلهم، وربي هذا الابن. قال: طيب أنت الآن أعطيتك قصتي، ماذا فعلت أنت؟ وش اللي صار لك؟ قال: رأيت رسول الله يبشرك بالجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن فلان في الجنة بسبب هذا الفعل. ما أعظم الستر يا إخوة. إذن الستر إحنا نحتاجه في حياتنا، فلا نتتبع يا إخوة، لا نفتح المجال لجوالاتنا، لا نفتح المجال لهواتفنا، لا نفتح المجال لمجالسنا. اسكت، انشغل بنفسك، والله عندنا من العيوب ما يكفي حتى نبدأ نتتبع عورات الناس ونتصيدها. الستر نحتاجه يا إخواني والله يوم القيامة. ولذلك من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده يوم القيامة الستر. أين يكون الستر؟ يوم القيامة الناس تحشر حفاة عرى، إلا أهل الإيمان يسترهم الله عز وجل ويكسوهم، وأول من يكسى هو إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يجمع عليك الأذية. هل أنت عندك استعداد تخرج أمام الناس عريان؟ سترت عورة كل حياتك في الدنيا، فهل يفضحك الله يوم القيامة؟ مستحيل. والموقف الأعظم يوم أن تنصب تلك المحكمة العظيمة، محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهودها ألسنتنا، أيدينا، جوارحنا، أرجلنا، الأرض التي نمشي عليها، والقاضي هو الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير، وأنا وأنت مع الخلائق نحشر حتى نقف أمام هذه المحكمة الكبرى، ثم ننادى: يا فلان ابن فلان قم،
فتأتي تحمل سجلاتك، كتبك، أعمالك التي قدمتها في الدنيا. المجرم ينظر إلى الكتاب فيقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت إن كنت من الذين فازوا برضا الله، من الذين أحبهم الله، من الذين سبقت لهم الحسنى من الله، فأبشر والله بالفرج. كيف الفرج؟ تنادى حتى إذا انطلقت البشر كلها خلفك والله عز وجل يحاكمك، فتقف بين يدي الله، الذي يعمله بك الله أن يسترك الله بستره فلا يراك أحد إلا الله. تقف أنت لحالك للحساب، الناس ما عاد شافتك، خلاص ما أحد يتصرف في ذلك الموقف إلا الله. فيبدأ الله عز وجل يعرض عليك الأعمال، لا يحاسبك، لأن من نوقش الحساب هلك. فالمؤمن إذن تعرض عليه الأعمال، يبدأ يقول لك الله تذكر اليوم الفلاني، لازم تعلم أنك ما دخلت الجنة إلا برحمة الله. هل تذكر أعمالك في السنوات الماضية؟ ما أحد يذكر، كلنا نسينا، لكن الله ساترنا. ولذلك يبدأ ربنا جل جلاله يقول اقرأ، تذكر يوم كذا وذنب كذا وفعلت كذا وأخذت كذا وبعت كذا واشتريت كذا، فتنظر فإذا بالذنوب، فيقول الله عز وجل سترتك في الدنيا وأسترك في الآخرة، هذه الذنوب كلها قد بدلناها إلى حسنات. يا لها من فرحة عظمى والله. فيا من تريد ستر الله في الدنيا وفي الآخرة، الآن هو وقت العمل ليس غدا، الآن هو وقت الإقبال على الله. عامل الناس بالستر ليسترك الله. هذا العفو تعلمه الأنبياء، لما عرفوا هذا الاسم جعلوه خلق من أخلاقهم، وأمثلتهم كثير. نأخذ مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل في إخوانه يا إخوانه؟ ألقوه في الجب، ألقوه في البير. لما ألقوه في البير ليش ألقوه؟ من أجل أن يموت، صحيح؟ وهذه الرحلة بدأ آلامها منذ أن كان صغيرا، ثم أخذ ثم بيع كما يباع العبيد وهو حر نبي كريم، ثم بعد ذلك يكبر ثم يدخل السجن، ثم يبتلى في دينه، ثم تبتلى في الشهوات، مصائب خلف مصائب. ومع ذلك لما تمكن ومكنه الله عز وجل وأصبح هو عزيز مصر، يأتي إليه إخوانه فيعرفهم وهم لا يعرفونه، فيقول لهم كلمة، ما قال أنتم اللي فعلتوا وأنا بنتقم الآن وهذه فرصتي وهذا الآن فرصة أني أنتقم لنفسي. العفو يكون عند القوي ما هو الضعيف. شوف الضعيف اللي ما يقدر ينتصر لنفسه عندما يعفو ما هو مثل القوي اللي يقدر ينتصر لنفسه ثم يسامح. يوسف هنا في مقاف قوة، ولذلك قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ناسى تسامح، لماذا؟ لأنه يحب العفو. محمد صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، أوذي، رجم بالحجارة، وضع عليه سل الجزور، نهب ماله، ثم بعد ذلك لما تمكن من رقاب أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. لماذا؟ لأن الله عفو يحب العفو. الله سبحانه وتعالى عفو ويحب أن نتصف بهذا الصفة، وهذا هو الإيمان يا إخوة. ما هو الإيمان بأسماء الله؟ أن يكون لها أثر في حياتنا. نحن نريد أن يعفو الله عنا فلنعفو عن الناس. ولذلك لك في العفو ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا ظلمك إنسان أو أخطأ عليك إنسان أن تدعو على من ظلمك، ما عليك حرج. لو دعوت على اللي ظلمك ما عليك حرج. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك شيء اسمه دعوة المظلوم، ولذلك لو دعوت ما عندك مشكلة. لكن نأتي إلى قضية العفو والصفح والأجر، ما فيه، خلاص أخذت حقك، انتصر الله لك، انتقم الله لك من اللي ظلمك، خلاص صار عليك الأجر، ما في أجر. الأجر
على العفو. هذا الحالة الأولى، أنك تدعو فينتصر الله لك. الحالة الثانية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني السيئة جزاؤها سيئة مثلها، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أنك تفوض الأمر لله، لكنك تطالب بحقك، تقول أنا ما راح أسامحك وبيني وبينك الله عز وجل يأخذ حقي منك. هذه الحالة الثانية، هنا سوف يعطيك الله حقك، لكن مقابل ماذا؟ مقابل المظلمة. أنت ظلمك مثلا بكذا، تأخذ مقابله، تأخذ مقابل المظلمة ذي حسنات. إذن الآن هذه الحالة الثانية، وهي حالة أيضا جائزة أنك تنتصر لنفسك. الحالة الثالثة اللي هي الصعبة اللي ما يقدر عليها إلا الأصفياء من خلق الله، أنك تقول أنا سامحته لله وأريد الثواب من الله، لا أريد الثواب بمقابل. هذا ماذا له؟ اسمعوا لهذه القصة. أحمد بن حنبل كان يجلد جلدا عظيما في فتنة خلق القرآن، وفي آخر لحظات حياته قبل موته جاء أحد الجلادين الذين كانوا يقطعون السياط على ظهره وطرق الباب، وخرج عليه ابن الإمام فقال استسمح لي من أبيك واطلب من الإمام أحمد أن يعفو عني، فقد ظلمته وأخطأت في حقه. فلما دخل الابن على أبيه قال يا أبتي هذا فلان الجلاد عند الباب يطلب منك العفو. فقال الإمام قل له أني قد عفوت عنه لوجه الله، لا أريد منه شيء، لا دنيا ولا آخرة. فاستغرب عبد الله بن الإمام فقال كيف أبي بهذا البساطة؟ فقال الله يا بني إذا كان يوم القيامة نادى منادي من كان أجره على الله فليقم، أتعرف من هم الذين أجرهم على الله؟ قال من؟ قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إيش الفرق بين الحالة هذه أن يكون أجرك على الله، وبين الحالة التي قبلها أن يكون أجرك مقابل مظلمتك؟ أيهم أكرم أنت أم الله عز وجل؟ وأيهم أجزى العطاء أنت أو الله؟ قد يكون عفوك عن هذا الإنسان سبب دخولك الجنة، يمكن أعمالك كلها لا تعادل هذا العفو الذي خرج منك. فهذا هنا جمال العفو. ولذلك يا إخوة، أبو بكر الصديق حدثت له قصة مع مصطح بن أثاثة. مصطح هذا صحابي، وحدثت اللي هي حادثة الإفك لما افتروا على عائشة رضي الله عنها. مصطح فقير كان يصرف عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومصطح اتهم بنت أبو بكر اللي هي أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الحرام. فلما ظهر الحق وتبين أن أمنا بريئة، أبو بكر اتخذ موقف كلنا نتخذه، قال والله لا أتصدق عليه بعد هذا اليوم، خلاص أنا من أول أتصدق عليك والآن تطعني في ظهري، والله لا أعطيك من الصدقة. هل نلومه يا إخوان؟ لا يلام، لأنه اتهم في عرضه. لكن ماذا فعل؟ ماذا قال الله؟ أنزل الله آية، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف ولا يقسم أهل الفضل والمال أن يؤتي أولو القربى والفقراء والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال إيش؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال والله أحب أن يغفر الله لي. عفونا عنه وعفى عنه وأجر له الصدقة أيضا كما كان يجريها من سابقا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يحب العفو، فقدم مراد الله على مراد نفسه. هذا الذي نريد في حياتنا. فيا مؤمن، يا مؤمن، يا من ترجى الثواب من الله، يا من قاطعت قريبك من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يا من قطعت أخاك أو قاطعت أختك أو الأخت التي قاطعت أخوها من أجل إرث ظلمت فيه أو ظلم فيه، إلى كل إنسان أوذي من الناس وظلموه وبهتوه
فأخطأوا في حقه. إني أناديك وأذكرك بالعفو، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب الله؟ الله يحب العفو، فأحب ما يحبه الله. إننا إذا عشنا على هذا المنهج، منهج العفو، منهج الصفح، منهج التسامح، فإننا بإذن الله تعالى نكسب الأجور والثواب من الله عز وجل ليس من البشر. ولذلك اسمعوا لهذا الحديث الذي فيه رسالة لكل إنسان يظن أن العفو مذلة، لأن الآن إذا أردت أن تسامح يأتيك الشيطان ويقول لك كيف بس كذا تسامح؟ وين كرامتك؟ وين عزتك؟ هذا يظلمك ويخطئ عليك ويفعل وكذا بس تتنازل بكل سهولة وبساطة؟ أنا قلت لك إما أنك تدعو عليه وهذا حقك، أو أنك تفوض الأمر الله وهذا حقك، أو أنك تتنازل عنه لله وترجو ما عند الله. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة؟ قال والذي نفسي بيده، يقسم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة ولا زاد عبد بعفو إلا عزة. والله لا يمكن أن تعفو عن إنسان فيذلك الله. تدرون ليش؟ لأنك تركت مراد النفس من أجل الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن يا أحبابي، العفو صفة عظيمة، نحن نريد أن يعفو عنا الله يوم القيامة، فلنعفو عن الناس ولنجعل هذا خلق، خلق من أخلاقنا. العفو يا إخوة من حسن الخلق، وما هو أثقل عمل في ميزان العبد يوم القيامة؟ حسن الخلق. يا إخواني كلكم تعرفون الحديث، رجل يأتي به يؤتى به يوم القيامة فينظر إلى أعماله فيقال ماذا لديك من عمل؟ فيقول ما كان عندي شيء، لأني كنت أعفو عن الذين أطلبهم، كان يسلف الناس فلا يستطيعون السداد فيعفو عنهم أو يؤخر لهم. فقال الله له نحن أحق بذلك منك، فعفى الله عنه وأدخله الجنة بسبب العفو. إخواني ترى ربنا كريم ويحب من عباده أن يتلاحموا وأن يتحابوا وأن يتعاطفوا فيما بينهم، والعفو من أعظم وأجمل الصفات التي تدمجنا مع بعضنا وتجعل محبتنا دائمة مستمرة لا تنقطع. أيها الأخوة الكرام، العفو كما قلنا صفة جميلة يحبها الله، فلنجعلها في حياتنا في علاقاتنا ولنبشر بالخير، فإن من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، ومن أحب ما أحبه الله فوالله لن يخذل يوم القيامة، والله لتأتي يوم القيامة قد يكون ربي يسترك بسبب سترك عن فلان، ويعفو عنك بسبب تجاوزك عن فلان. وإذا أتيت يوم القيامة وبدأ الله عز وجل هو الذي يعطيك الأجر، فعلمني ما هو حجم أجرك، ما هو حجم أجرك من عند الذي خزائنه لا تنفذ أبدا. فأسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق، وأن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا إلى أن نكون من أهل العفو والصفح. ختاما أقول يا إخوة أنه ليس كل عفو محمود. كيف؟ الله قال من عفا وأصلح، فإذا العفو لن يجلب إصلاح أو صلاح فهنا لا يكون محمود. مثل إيش؟ مثل شخص مثلا صدم عمل حادث سيارة مثلا، وأنت ممكن تسامح وممكن لا تسامح، لكنك تعلم أنك لو سامحته سيصدم سيارة ثانية وثالثة، لن يتأدب. هنا العفو ليس محمود، لأن العفو المحمود هو الذي معه إصلاح، تدري أن هذا الإنسان لو عفوت عنه راح يتعدل ويصلح. هنا محمود منك هذا الأمر، والمذموم أن تكون أنت سبب في أذية الناس عندما تتمسك وتكون من شرار الناس. إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم على النار كل سهل ولين وقريب من الناس. شفت الصفة ذي؟ السهل، السمح، هذا يحرمه الله على النار. فكن سمحا، كن سهلا، كن لطيفا. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كن كذلك وأبشر بالخير من الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على ما يرضيه، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فيا من ظلم لا تخف ربك موجود. فلتأملوا معي هذه الآيات يا إخوة، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. متى هذا؟ هذا يوم القيامة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا،
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الله يا أخوان تخيلوا المشهد، الجبال نسفت، الأرض بدلت، الخلائق حشرت، وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من يناديهم، تعالوا من هنا تعالوا من هنا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله. يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم. يا الله ما أضعف الإنسان، يضعف في ذاك الموقف. لكن وش يقول الله بعدها؟ قال عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم، ظلم زوجة، ظلم عامل، ظلم خادمة في المنزل، ظلم إنسان في تعامله، أخذ حق ضعيف، ظلم يتيم، ينتبه لنفسه. لازم ننتبه لنفسه، لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده، فيأخذ حق الشاة الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا، تنطح التي نطحتها في الدنيا. لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف، أي الذي يعلم خفايا الأمور. فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق، لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله، فالله عز وجل عليم بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير. قال الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف، بهدوء، بدون ما يشعروا. الحين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من 80 نبضة في الدقيقة، هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف. من قاعد يدبر لك هذا القلب؟ الله، لكي تعيش مرتاح. هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به إلا الله؟ هذا اللطف، هذا تدبير الله عز وجل. عينك هذه اللي تشوف فيها، وأذنك ولسانك وجوارحك، كليتك هذه اللي قاعد تغسل دمك كل يوم، هذا كله من لطف الله. يدبر الله عز وجل حياتك، ومع اللطف خبرة، والتدبير هذا عجيب في حياتنا يا إخوة. ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبير الأمور. الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجب. مثال موسى عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل. موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه غلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه، فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة. في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى. مصيبة، صح ولا لا؟ لأنه من يسكت البزر؟ والحرس يدورون، مجرد ما يسمعون في طفل يأتون يفتشون، إن كان هو ولد قتلوه، وإن كان هو بنت خلوها. فلما ولدت خافت على ابنها، فيوحي ربنا عز وجل إليها إنك لا تخافين على ابنك، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا تخافين، ابنك هذا لن يموت. الآن أصبح عندها ثقة بالله عز وجل. إيش اللي حصل؟ الآن نجي للتدبير، نجي للتدبير في شيء ظاهر أمام الأم، أن قدامها ولدها يبكي، أين التدبير؟
هناك في بيت فرعون يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا. الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجب الأولاد فتتمنى الولد. شفت التدبير من هناك بعيد، التدبير ما هو أمام عينك. ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الأم أنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه، وإذا خفت عليها القيه في اليم. فتبدأ ترضع ولدها، ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل. فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شيء جاهز، أطلق الله الحبل، فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم. إن كادت لتبدي به، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. بالله تخيل، يعني خايفة على ولدها عندها، صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية. فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس، أول شيء ألقيت عليك محبة مني. من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدبير الله، هذا اللطف. فمجرد ما أن يرونه يحبونه، ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه، فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجرة على ذلك أيضا. من الذي انتصر؟ الله جل جلاله. ولذلك نشأ في قصره وهو قاعد يذبح الأولاد هناك في بيوتهم، وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جالس ربي. هذا هو اللطف، تدبير الله عز وجل. مثال ثاني، يوسف عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر، يعني ملك لمصر، لكن يوسف يعيش في البادية في الشام، وين وين مصر، ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو، يعقوب وأبناءه كلهم في البدو، فكيف يأتي بهذا ليوصله إلى الملك؟ لابد فيه تسلسل بعض الأحداث. أول أمر يوحي فيه الله عز وجل، أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤيا فيقصها على أبيه، فيفهم الأب من هذه الرؤيا أن ابنه لن يموت، لن يموت قريب، فيطمئن الأب أن ابنه حي ما راح يموت. عشان إيش؟ عشان ارتاح. إني أرى إني يعني يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. هذه الرؤيا متى رآها يوسف وهو طفل؟ همس بها بإذن أبيه. الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له، ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية. الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب. أخذ الولد، طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر، لأن في قافلة ستأتي بعد شوية، القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر، فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد. ايش رأيكم لو أن يوسف استمر في بين قومه، شاب جميل مع البدو الذين لم يصلون إلى ملك مصر، وعاش في مكانه، هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ لكن هذا تدبير الله، يؤخذ يرمى في البير، يؤخذ يباع كما يباع العبيد، ثم يكبر، ثم يبتلى في دينه، ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن. ربي السجن أحب إلي، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فيسجن. طب الآن هو في السجن، كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤيا فلا يفسرها إلا يوسف. فالرؤيا في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب، والرؤيا في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر. من يتصرف بالرؤيا؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو التدبير. يعني أنت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها، يمهد فيها حياتك، في رزقك مثلا. ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء،
تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة، هذه البضاعة اللي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا وحماها في السفن التي حملتها، ثم مرت على من دولة إلى دولة، ثم مرت على الجمارك، ثم مرت حتى وصلت إلى التجار، وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيعها وتشتري. أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها. طب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خلونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه، واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي، وقلت هذا اللي صار معه قلنا. هذا شاب كان يعني دائما يخدم المعاقين، يحب يخدمهم. كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين، وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا، وحريص جدا على المعاقين. دخل علي في يوم من الأيام وقال لي يا شيخ أنا معي ورم خطير في الرقبة، ادع لي. فأنا الآن رايح بس أودع أهلي، هو من أهل جيزان، قال أودع أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل العملية، لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة، ادع لي يا شيخ. أسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك، ما وبحنا لنحفظك. شوف إيش اللي صار لهذا الشاب. ركب سيارته كان شاريها جديدة وانطلق على زيارة أهله لجيزان، ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن 6 أشخاص. هو ما الذي حدث له؟ طلعت حديدة فضربته مع رقبته، محل الورم هذا ضربته ودخل في غيبوبة، استمر في الغيبوبة سنة كاملة، فقد السمع، فقد البصر، فقد النطق، أصبح مشلول وهو سنة كاملة في غيبوبته. بعد سنة رجع له السمع، بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله. شوي رجعت له الذاكرة، كان فقد الذاكرة، رجعت له الذاكرة، بدأ يبصر لكنه مشلول. أصيب بنزيف حاد جدا، بدأ الدم يصب منه صبا، فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاءه سبحان الله. ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي، عنده نوع من الإعاقة لكنه يمشي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقبة وشفاه الله ودبر الله حياته، والآن هو طيب ولا فيه العافية. من دبر هذا؟ هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث؟ عالجه الحادث، هذا هو تدبير الله، هذا لطف الله. يا إخوان يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة. كان في عمارة فيها منور، تعرفون المنور، وكان دائما المطر يأتي وفي تصريف جيد في هذا المنور. يوم من الأيام أغلق هذا المنور، تسكر ونزل مطر غزير، فبدأت الموية ترتفع ترتفع ترتفع، وتخبرون المناور غالبا يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخره. فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت، فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة ومربوطة ربط، فقالوا هذه مو طبيعية، أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد. لما نظر بها قال هذا سحر، واضح أنه سحر. ذهبوا به لمن يفكه، قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع. من هو المسحور؟ قد يكون المسحور دعا دعوة وقال يا رب اشفني، فيدبر الله عز وجل المطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ما حد درى عنه، حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل. إذن يا إخوان ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا، فلنثق بالله سبحانه وتعالى.
يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت. فما المطلوب منك إذن؟ خلاصة ما مضى، المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله، فهو لا تخفى عليه الخوافي، هذا واحد. اثنين، دائما أرفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري، دبر حياتي، اللهم ألقي علي محبة منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت. والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل أمور حياتك. بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان، أنت لازم وتقترب منه. أحدثكم اليوم عن التوكل على الله وكيف نحقق التوكل في أنفسنا. كلنا محتاجون لله عز وجل في تدبير أمورنا، ومهما بلغت حكمتنا وخبرتنا ومعرفتنا وعلمنا فنحن نبقى قاصرون محتاجون لعون الله رب العالمين. ولذلك لتحقيق التوكل على الله في قلبك، ركز معي قليلا بارك الله فيك. قبل أن أتكلم عن التوكل أريد أن أوضح لك ما هو معناه. معناه هو تفويض الأمر إلى الله بأن يدبر الله تعالى أمورك مع فعل الأسباب التي تساند هذا التوكل. إذن هو تفويض، أنت عندما تذهب إلى المحكمة وتوكل أحد فمعناه أنك وكلته أمرك، يتكلم باسمك ويتصرف باسمك لله المثل الأعلى، هذا هو التوكل على الله عز وجل بمعنى بسيط مختصر. طيب، من أجل أن نرسخ مفهوم التوكل سنأخذ مثال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرسخ في ذهنك وتطبقه في حياتك. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، قبل أن يهاجر حدث له أمر عظيم وهو المعراج، عرج الله به من مكة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى في ليلة وأعاده في نفس الليلة. إذن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يؤمن أن الله قادر على أن يذهب به إلى المدينة في طرفة عين، أليس كذلك؟ فهو عارف بربه ويعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن مع ذلك لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ علمنا كبشر، لأنه هو بشر مثلنا، علمنا كيف نتوكل. أولا قام بفعل الأسباب، وهذا التوكل أول شيء تعمل فعل الأسباب. قبل أن تبدأ بفعل الأسباب تبدأ بالاستشارة، قام يستشير، استشير أصحابه أين الطريق الجيد، أين كيف نفعل، من أراد أن يصل إلى المدينة كيف يحصل على دليل، بدأ يستشير. ثم بعد ذلك بعد أن استشار وحقق ما يريده من معلومات انطلق إلى غار ثور، لأنه يعرف أن الناس لن يتركونه يهاجر ويريدون أن يقتلوه، بل قد وضعوا جائزة لمن يحضر محمدا صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل. 100 من الإبل في ذلك الوقت تعدل شيئا عظيم، ملايين، فهي جائزة مغرية. من أجل ذلك ماذا فعل؟ أولا قبل كل شيء أشترى من أبي بكر راحلتين وجلسوا يعلفونها 3 أشهر من أجل أن تكون قوية سمينة تستطيع أن تتحمل السفر وسريعة. وبعد ذلك انطلقوا إلى غار ثور، وغار ثور عبارة عن جبل ثور، هذا جبل كبير وفيه مجموعة من الغيران وليس غار واحد، والذي يبحث عن أحد فيه سوف يأخذ وقت طويل من أجل أن يصل، يعني يمضي الشخص الذي تبحث عنه يهرب منك. وجلس هناك فترة من الزمن، كانت أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الزاد،
وكانت إذا مشت يمشي خلفها الغنم من أجل أن يمسحوا أثرها، فتحضر له الأكل فيأكلون زادهم، ثم ترجع أسماء. والناس علموا بأن رسول الله ليس بموجود، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، بل إنهم وصلوا إلى نفس الجبل ووقفوا على نفس الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لا يتحرك هو وأبو بكر، حتى إن أبا بكر يقول: يا رسول الله، لو اطلع أحدهم على موضع قدمه لرآنا. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، خلك واثق بربك يا أبا بكر. ويجلس هذه الفترة كلها، فلما خف الطلب عليه ينطلق. بالعادة الذين يذهبون إلى المدينة يسلكون طريقا معينا بين الجبال، هو سلك طريق آخر عبر الساحل وهو أطول وفي وقت حر، ما يستطيع الناس، لا يذهبون إليه في هذا الوقت من أجل أن يبعد عن أبصارهم وأذهانهم أنه مهاجر. ثم بعد ذلك ينطلق مستعينا برجل من المشركين يعرف الطريق. هذه كلها أسباب. لماذا فعل هذه الأسباب كلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أن يتقن العمل. ثم انطلق ووصل إلى المدينة وسلم من المشركين، حتى إن سراقة أدركه في الطريق، وكان كلما أقبل عليه تغوص خيله بالأرض. ثم بعد ذلك يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، ويقول: يا سراقة، ما بالك إذا لبست سواري كسرى. شوف الثقة يا أخوان، هذا مطارد الآن، والذي يطرد خلفه لو مسكه سراقة لقتله، ومع ذلك لأنه واثق بوعد الله وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، يواعده بسواري كسرى التي ستتحقق ولو بعد حين. هذا الحدث أنا قبل ما أقصه لك قلت لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عرج به إلى السماء، فهو يعلم أنه يصل إلى المدينة بطرفة عين، لكن بذل كل هذه الأسباب وأتقنها غاية الإتقان، لأن هذا هو التوكل. فإذا أردت أنت أن تحقق التوكل في قلبك، أولا تستشير. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري أرض، تستشير أهل الخبرة، تستشير الذين يعملون في هذا القطاع، تستشير الناس الذين حولك، تذهب إلى الحي الذي أنت فيه، تنظر من هم جيرانك، تستشير، تكثر الاستشارة، هذا قبل الفعل. بعد أن تستشير تستخير الله. ما هي الاستخارة؟ هذا الدعاء العظيم، وتأمل معي ما أروع هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أنت العالم يا ربي، وأنا أستخيرك، يعني أبغاك تختار لي ما هو خير، وأستقدرك بقدرتك، أنت قدير على كل شيء، أريد عونك لي يا الله، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في شرائي لتلك الأرض وتسميها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي في هذه البيعة وهذا الشراء. وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفها عني واصرفني عنها، واقدر لي الخير حيث كان، انتبه، ثم رضني به. إذا أنت فعلا وكلت الله، ارضى بما يقسم الله لك. إن كان فيها خير سيأتي بها الله، وإن لم يكن بها خير لن يأتي بها الله. طب ما أتى بها الله؟ مثلا تعطلت البيعة، أو اعتذر صاحب الحلال، أو مثلا دخل زبون في الطريق. لا تبحث، ارضى خلاص، هذا علامة لك من الله عز وجل إن هذا الأمر ما هو طيب. أردت أن تنكح فلانة فحيل بينك وبينها وأنت استخرت وفعلت الأسباب، اتركها. أردت أنك تسافر سفرة ما وفعلت الأسباب واستخرت ثم لم تتعطل سيارة ولا تسافر، خلاص هذه علامة لك من الله. الله عز وجل يعطيك علامة يصرفك، يعني يقذف في قلبك كره هذا الشيء وحب هذا الشيء. فإذا أنت أبيت
وأبيت عندها يكلك الله إلى نفسك. خلاص أنا اخترت لك وأنت ما اخترت اللي تبغاه، روح. لا أنسى امرأة وقعت ابنتها من الطابق العلوي إلى السفل فدخلت في غيبوبة، فكانت تقول اللهم رد لي ابنتي، كانت أختها تقول قولي اللهم ردها إن كان في ذلك خير لي ولها، قالت لا أبغاه يردها حتى لو لم يكن فيها خير لي ولا لها، واستمرت بهذا الطلب من تعلقها بابنتها. فلما شفى الله ابنتها وسلمت إذا بالبنت الآن تعيش لديها تخلف ذهني ولديها شراسة، حتى إن الأمة الآن تقول يا ليتني قلت إن كان في ذلك خير لي. وكلوا الله يا إخواني، فوضوا الأمور إلى الله، استخر افعل الأسباب، ثم إذا فعلت الأسباب انتبه اتقنها غاية الإتقان. انتبه دي كلمة مهمة، اتقنها غاية الإتقان يعني أحسن إتقان، لكن لا تتعلق فيها. مثلا أنت تريد تسوي عملية فتذهب إلى قالوا لك والله المستشفى الفلاني والطبيب الفلاني وهذول عندهم خبرة، خلاص الآن هذا بين الأسباب، ذهبت إلى هناك التعلق بمن؟ لله وليس بالطبيب، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فالله ينظر إلى قلبك، أنت متوكل على الطبيب ولا على رب الطبيب؟ فالسبب لا تتعلق فيه، اتقنه لكن لا تتعلق فيه، وقس على هذا في كل حياتك. إذا أنت عملت هذا الأمر فقد أديت الذي عليك، وإذا فوضت الله عز وجل اعلم أن الله يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحسنوا ظنكم بالله وابذلوا الأسباب على أكمل حال وأبشروا بالخير من الله. بارك الله. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة هي الطمأنينة وهي الوقار وهي السكون الذي ينزله الله عز وجل في قلب العبد عند 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 الشدائد، عند المخاوف، فتجد العبد ما ينزعج من من مما يحدث له من أقدار. لماذا؟ لأن في سكينة في النفس. السكينة هذه هي أول طريق حسن الظن، ولذلك الله عز وجل لما مدح المؤمنين قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا يا رب؟ قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل وضع هذه السكينة ليزداد المؤمن إيمانا وتعلقا بالله عز وجل. طيب ما هي الآية اللي بعدها؟ قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات، هذا الآن جزاء من تغشته السكينة وحسن ظنه بربه وتعدل مسار حياته وأصبح ذو علاقة طيبة مع الله عز وجل، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ولاحظوا ماذا سمى الله عز وجل دخول الجنة، سماها فوز، وفعلا هو دخول الجنة فوز، لأن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله إنه الفوز والغلبة وإنه العز يوم أن تخرج من هذه الدنيا وقد نجحت في الاختبارات. العبد المؤمن ما بين سراء تصيبه وما بين ضراء تصيبه. السراء إذا نزلت على العبد فإنها تنزل بفضل الله عز وجل ومنته، والضراء إذا نزلت على العبد فإنها تنزل بحكمة الله وتدبيره. إذن فالعبد يتقلب ما بين حكمة الله وما بين فضل الله. هذا من هو؟ هذا حسن الظن الذي ينظر لكل الأمور بمنظار حسن. لكن الذي لديه سوء ظن ماذا حاله؟ انظر إلى الآية التي بعدها، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ليش؟ قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ما الذي جعلهم ينحدرون؟ سوء ظنهم برب العالمين. كيف حصل سوء ظنهم برب العالمين؟ سوء ظنهم برب العالمين أنهم ما ظنوا أن الله يكتب أعمالهم، وما ظنوا أن الله يحصي أعمالهم، وما ظنوا أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكلف العباد بعبادة الله عز وجل،
وما ظنوا أن هناك يوم سيحاسبون فيه يوم القيامة، وما ظنوا وما ظنوا وما ظنوا، غرهم حلم الله عز وجل، غرهم حلم الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن هذا الآن توضيح المسألة. هناك مؤمن أعطاه الله عز وجل السكينة في قلبه، فتولد من السكينة حسن ظن بالله عز وجل. وهناك عبد منافق أو مشرك ساء ظنه بالله عز وجل، فانقلب هذا السوء إلى حياته وأخلاقه وتعاملاته مع ربه. إذن عندنا حسن ظن وعندنا سوء ظن، وأقسى درجات سوء الظن ما يكون عليه الناس من سوء اعتقاد بالله عز وجل، فتجدهم مثلا لا يعتقدون وجوده أصلا. يعني الآن على وجه الأرض، على وجه الأرض، كم من إنسان ينكر وجود الله، وكم من إنسان يثبت أن الله موجود لكن يدعي أن لله ولد، وكم من إنسان يثبت أن الله موجود لكن يشرك معه في العبادة غيره. كم هؤلاء؟ بلاش أعطيك في الدنيا، سأنقلك إلى الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أهل التوحيد الخالص الذين حسن ظنهم بربهم وآمنوا أنه لا إله إلا هو، قال أنهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. كم نسبتهم؟ هذه مشكلة التي يغفل عنها كثير من الناس. سوء الظن عندما الإنسان مثلا تأتي إليه مصيبة فيبدأ يدعو غير الله عز وجل. لماذا لا تدعو الله؟ لماذا يلجأ إلى الحسين ولا يلجأ إلى المهدي ولا يلجأ مدري إيش ولا يروح إلى العباس ولا يروح إلى السيدة نفيسة ولا ويبدأ يقف عند قبر هؤلاء ويبدأ يدعو الله؟ لماذا؟ هل سأظنك بالله إلى هذه الدرجة أن الله لا يجيبك؟ الذي يذبح لغير الله، الذي يذهب إلى السحرة والكهنة، لماذا هو ذهب إلى السحرة؟ ليستعين بهم على أمور لا يعلم لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لذلك كان السحر كفر، والذي يعتقد يخرج من ملة الإسلام. هذا الذي يعلق التمائم والتولة ويضعها في كتفه ولا في صدره، لماذا وضعت هذا؟ لأنه يعتمد عليها. هل سأظنك بالله إلى هذه الدرجة أنك تعتمد على خرقة ولا تعتمد على الله عز وجل؟ إذن يا إخواني، حسن الظن هو الاعتقاد الذي يكون في قلبك مع يعني تصل في هذا الاعتقاد إلى درجة اليقين والشك، إلى درجة اليقين وترفض الشك. هذا هو حسن الظن. حسن الظن هو أن ترجح جانب الخير على جانب الشر في كل شيء، في كل شيء. مهما تأتيك من أمر ستجد سبحان الله العظيم أنك تحسن ظنك بربنا. مثلا مات قريب لك، تحسن الظن بالله عز وجل، أكيد أنه ما مات إلا لحكمة يعلمها، انقضى عمره، الله عز وجل قدر عليه ذلك، لعله خفف عنه مصابه، لعله لعله. هذا حسن الظن، دائما يجنب جانب الخير على جانب الشر. عندما يصاب بمرض يغلب جانب الخير على جانب الشر، ما هو يقنط من رحمة الله أو يغضب على الله، أو مثلا تجد أنه قانط من رحمة الله. لا لا، لديه اعتقاد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل رحيم بعباده، وأن الله كريم، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يدبر الأمور تدبيرا، تدبير اللطيف الحكيم الخبير الرحيم الحكيم. كل هذه في الله عز وجل. حكيم فيضع الأمور في مواضعها، خبير فهو أعرف بعباده ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم، حليم ما يستعجل العباد فيعذبهم ولا ينتقم من عباده. ما رأيكم لو أن الله ينتقم من العبد كلما أخطأ؟ ماذا سيكون حال الناس؟ وأيضا رحيم بالعباد، رحمته وسعت كل شيء، أرحم بنا من أمهاتنا. هذا الذي جمع هذه الصفات. هل يمكن أن أي سوء ظنك فيه عندما يصيبك بمرض أو يصيبك بأي بلاء؟ لذلك المؤمن هو الذي، أو حسن الظن هو الذي يغلب جانب الخير على جانب الشر. ولذلك كان الحسن البصري يقول: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. لذلك إذا أردت أن تعرف من هو حسن الظن بالله، انظر إلى أعماله، انظر إلى كلامه، انظر إلى أقواله، تجد فيه الرضا، تجد فيه يعني حتى ولو لم يكن مقتنع لكن يقنع نفسه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل به رحيم الحليم الحكيم جل جلاله. وهناك يا إخواني فرق بين حسن الظن بالله والغرور بالله. يعني هذه نقطة هنا، لأنه أحيانا بعض الناس تجد سبحان الله منهمك أحيانا في المعاصي وفي الذنوب،
ثم إذا قلت له لماذا قال يا أخي الله غفور رحيم. لا لا هذا غرور، هذا ما هو حسن ظن بالله. ننتبه وأنا سأتطرق لها بتفصيل لاحق، لكن أنا الآن لأني جالس أصل الموضوع حسن الظن. هناك فرق بين حسن الظن وبين الغرور. طيب أنت عشان تعرف ما هو الفرق بين حسن الظن وبين الغرور اقرأ هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. من هم اللي يرجون رحمة الله؟ المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين والعاملين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. إذن ليس العبد العاصي الفاسق البعيد عن ربه ثم بعد ذلك يقول الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن إياك أن تنهمك في 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 الذنوب والمعاصي إلى رأسك ثم تقول يا أخي الله غفور رحيم، هذا غرور وليس حسن ظن بالله، هذا غرور وهو ما غرك بربك الكريم. فلذلك الغرور مشكلة وحسن الظن مطلب. فحسن الظن هو الذي تجد أثر هذا الأمر في أعماله، حسن الظن هو الذي تجد أثر هذا الأمر في أعماله وفي أقواله. الظن في التعامل مع الله عز وجل. يعني أنا كم باقي على الوقت المحدد لي يا عبد الله؟ أبد الوقت لك طال عمرك، باقي 10 دقائق لو بعد ما في مشكلة. طيب احنا نريد أن ننتقل الآن إلى 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 أمثلة عملية علشان نشوف كيف كان الأنبياء، وهم الأنبياء هم قدواتنا في كل شيء، وهم ليسوا يعني جنس آخر من البشر نزل من السماء، لا هم مثلنا، يمرضون ويتألمون ويبكون ويموتون، مثلنا بشر مثلنا، ولكن الله عز وجل أعطاهم درجات من الإيمان جعلتهم نموذج نحتذي به في كل أمور. فخلونا نأخذ مثلا موسى عليه الصلاة والسلام. موسى يعني نأخذ التسلسل عشان تعرفون ما هو أو كيف كان ظن موسى بالله عز وجل. لما الله عز وجل بدأ يتكلم مع موسى وطلب منه الله عز وجل أن يذهب هو وأخوه، وقال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا موسى يعرف هذا الطاغية ويعرف أن هذا مجرم، هذا ما هو شخص عادي فرعون، هذا جالس يدعي الألوهية، ولا يمكن أن يرضى أبدا أن يأتي أحد فيفسد عليه ملكه ويفسد عليه جبروته وطغيانه الذي هو فيه. فماذا قال الله له؟ هو قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. ماذا قال الله له؟ شوف هالكلمة الآن لما نزلت على موسى خلاص أحسن ظنه بالله، فاتخذ قرارات عظيمة جدا في حياته. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، انطلق يا موسى أنا معك، أنا سندك، أنا عونك، أنا حاميك، ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لا تخاف يا موسى إنني معكما أسمع وأرى. الآن هذا الذي تكلم مع موسى هو الله عز وجل، هذه الكلمة قذفت في قلب موسى، فماذا كان أثرها عليه؟ أول ما فعل ذهب إلى فرعون الطاغية، وقف في وجهه، من يقف في وجه فرعون؟ ذهبوا إليه وقالوا إنا رسول ربك. الآن أول كلمة قالوها أنهم كفروا به وآمنوا بربه وهو الله عز وجل. الآن تخيل أنتم المشهد، كيف قوة موسى وأخو هارون بجواره وهم يقفون أمام هذا الطاغية الذي يدعي الألوهية ويقولون أنت كافر، ربك هو الله. ما هي ردة فعل فرعون؟ ولذلك زمجر وغضب وقال ما علمت لكم من إله غيري، ويا هامان ابن الصرح لعلي أطلع إلى إله موسى وأني لا أظن من الكاذبين. بدأ يخبط يمنة ويسرة، هو يعرف أنه ليس بإله، وكان يخدع الناس بالسحر أو بالقوة والجبروت، فجاء من يفضح. فانظر الآن إلى هذا الموقف من هذا البسيط، هذا الرجل البسيط، يعني اثنين لا معهم جيوش ولا معهم قوات تدعمهم ولا معهم سلاح، ما معهم شيء، معهم واحد، معهم الله جل جلاله. فدفعوا هذا ظنه بالله أن يقف في وجه هذا الطاغية، هذا أول موقف. الموقف الثاني لما أعلن التحدي وقال له فرعون إن يعني أنت أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلا نأتينك بسحر مثله،
لماذا؟ لأن موسى عمل بعض يعني المعجزات أطلقها بين يدي هذا الطاغية اللي هي العصا التي انقلبت إلى حية وأخرج يدها فإذا هي بيضاء. فهذا الأمر أربك فرعون، لكن بعناد فرعون أراد أن يحاربه بسحرته الذين يعتمد عليهم في الإفساد. موسى عليه الصلاة والسلام ما قال نتفاوض، موعدكم يوم الزينة، وكان هو يوم عيد لدى الفراعنة في ذلك الوقت، وقيل أنه يوم عاشوراء. المهم يوم عظيم من الأيام المقدسة والمعظمة التي يجتمع فيها كل الناس يحتفلون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة؟ قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أحباب الله يجدون من الله عز وجل كل الحب. لماذا نحب الله؟ نحب الله لأن الله خلقنا في أحسن تقويم، كلنا خلقنا في أحسن تقويم، في أجمل منظر. لم نتصرف في خلقنا ولم ندبر في أرحام أزوجاتنا خلق أبنائنا، بل ربنا هو الذي تكفل بذلك. نحب الله لأن الله تكفل بتدبير أرزاقنا. نحب الله تعالى لأنه لم يحملنا هم تشغيل أعضاءنا. من منا متول أمر قلبه أو متول أمر كليته؟ الله تبارك وتعالى تكفل بذلك وريحك في هذه الحياة، لأن الله تعالى منحنا روح تحب، روح تضحك، روح تتألم، روح تسعد. هذه الروح العظيمة منها هي هبة من الله سبحانه وتعالى وهبنا الله إياها. نحب الله لأن الله أكرمنا فجعلنا من أمة أعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحب الله لأن الله تعالى وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض. نتعب 30 سنة 40 سنة ثم نأخذ جنة لا تفنى ولا تبيد، ألا يستحق الحب من أعطانا كل هذا العطاء؟ نحب الله تعالى لأن الله أعطانا عقولا نفكر بها ولم يجعلنا كالبهائم. نحب الله لأن الله ما قنطنا أبدا من رحمته، أبدا ما قنطنا من رحمته، بل ينادينا، ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نحب الله لأن الله تعالى أعطانا الثواب العظيم مقابل الأعمال اليسيرة. نحب الله لأن الله وضعنا على طريق الجنة. نحب الله لأن الله كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا ليسمع دعاءنا ويسمع استغفارنا، بل إنه جل جلاله يفرح بتوباتنا أشد من فرحة ذلك الذي كاد أن يهلك فأحياه الله من الممات. ألا يجعلك هذا تحب الله؟ ألا يجعلك هذا الأمر تحب الله وتتعلق فيه عندما تعلم أن يداه مبسوطتان، مبسوطة بالليل ليتوب مسيء النهار، ومبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ألا تحب الله وأنت تعلم أنك لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة؟ ألا تحب الله؟ نعم نحب الله لأنه أعطانا هذا كله. نحب الله لأنه لم يجعل بيننا وبينه حواجز. أسهل من نتعامل معه هو الله. قل الله أكبر في صلاتك، يقول الله أزيل الحجب بيني وبين عبادي. قل الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هل تعلم أنك في كل صلاة تناجي الله عز وجل وأن الحجب مفتوحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ نحب الله تعالى لأننا كلما ذكرناه ذكرنا، كلما اجتمعنا في ملأ فذكرناه فيه يذكرنا في ملأ خير من الملأ الذي ذكرناه فيه. نحب الله تعالى لأنه يباهي بنا ملائكته. ومن نحن؟ من نحن؟ نحن نطفة في أو نقطة في بحر ملكوته العظيم الذي لا ينتهي، ومع ذلك يذكرنا جل جلاله ويزيدنا إن شكرناه، ويقبل علينا إن أقبلنا إليه، ويغفر لنا إن نحن استغفرناه. نحب الله تعالى لأن عاقبة حب الله عظيمة. تأمل هذا الحديث العظيم ما أجمله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، يا الله
يا الله يوم أن تفوز بحب الله وولاية الله، فيكون الذي يحميك هو الله، والذي ينصرك هو الله، والذي يدافع عنك هو الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف نكسب ولايتك يا الله؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لا يريد منك إلا ما فرض عليك. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب، وكلمة يتقرب فعل مضارع يفيد الاستمرار، ما هو يعبد العبادة وحده ويجد، لا يتقرب دائم لا ينقطع الاتصال بالله، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. يعني إذا أحبك الله فإن الله يحمي عينك من النظر إلى الحرام، يكره إليك العصيان ويحبب إليك الإيمان، يكون يدك التي تبطش بها فلا يمكن أبدا أن تظلم. الله لا يحل في عباده، تعالى الله جل الله، لكن الله عز وجل يعصم عينك، يعصم لسانك، يعصم إذنك، يعصم يدك، تجدك معان على طاعة الله، تقوم بلا نداء. الفجر أسهل عبادة عليك، صلاة الفجر مع الجماعة ما تتعب، لماذا؟ أعانك الله، يحب منك العبادة، يحب منك الطاعة، فيعينك، يأخذ بيدك حتى تصل إلى الجنة. نسأل الله كريم من فضله، نحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إذا أحب العبد مباشرة ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان. يا أخي ألا يسعدك أن يسطر اسمك في السماوات؟ ألا يسعدك أن تعيش بين الناس والملائكة تنظر إليك وتقول: هذا حبيب الله فلان؟ خلى الله يحبك وبشر الخير. ينادي جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. جبريل ماذا يعمل؟ مباشرة ينادي: يا ملائكة السماء. وكم هم ملائكة السماء؟ إذا علمت أن السماوات بطولها وبعرضها وضخامتها ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد لله أو راكع، كلهم يستجيبون لنداء جبريل: إن الله أحب فلان فأحبوه، فلا يبقى ملك في السماء إلا أحبك. ثم بعد ذلك يطرح الله له القبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض. يحبك أهل الأرض، يحبك أهل السماء، يحبك الله. ما الفائدة من حب الأرض وأهل الأرض لك؟ لما مرت تلك الجنازة على قوم وهم جلوس، قالوا: هذه جنازة من؟ قالوا: هذه جنازة فلان. قالوا: فلان رحم الله فلان، الرجل الصالح فلان، وبدأوا يثنون عليه بخير. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: أنتم شهود الله على خلقه. نسأل الله الكريم من فضله، هذا حب الله. حبك أهل السماء، ما الفائدة من حب الملائكة لك؟ من الذي يسجل أعمالك؟ من الذي يقبض روحك؟ من الذي ينزل معك تحت الأرض؟ من الذي يحشرك إلى السماوات؟ من الذين تفتح لهم الملائكة؟ ولذلك سبحان الله، روح المؤمن إذا قبضت ترتفع تحملها الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما من ملك إلا ويتمنى أن تمر من عنده من جمالها وجمال ريحها وحب الله عز وجل لها. إذن هذا هو حب الله عز وجل لعباده، حب الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا رحلنا إليه توالت عطاياه. الآن يحبك الله، يحبك أهل السماء، يحبك أهل الأرض، فإذا بدأت القرب والرحيل إلى الحبيب جل جلاله تبدأ البشائر. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون،
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يا لها من وعود جميلة. ولذلك المؤمن إذا تمدد وبدأت روحه تغرغر والناس حوله يبكون يضحك. اعمل لي ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم موتك إذا بكوا تكون ضاحكا مسرورا. لما ولدت كنت تبكي واللي حولك يضحكون. الموت نبغى تضحك لأن اللي حولك سيبكون عليك. العكس سبحان الله. من هو اللي يضحك؟ هو الذي إذا تمدد ووصلت روحه الحلقوم نزلت إليه ملائكة ينظر إليهم يقولون له ألا تخافوا مما هو أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين يحبهم الله يستعملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يهيئ له خاتمة حسنة أو عمل صالح يموت عليه. ولذلك تنزل الملائكة ثم تخرج روحه كالقطرة تخرج من في السقاء. وما أن تخرج روح المؤمن بسهولة حتى تتلقفها الملائكة وتعرج بها إلى السماء. وكلما مروا على ملك من الملائكة قال روح من هاته الروح الطيبة من عظمة رائحتها وجمالها حتى تصل إلى السماء السابعة ثم ترجع مرة أخرى لأن الله لم يأذن أن ترفع إليه في يوم القيامة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا نزل المؤمن مجرد ما أن تنزل روحه وهو محمول على أكتاف العباد يقول أسرعوا بها أسرعوا بها. الناس تصيح تحته يبكون وهو فرحان لما هو مقبل عليه لأنه خرج من سجن الدنيا إلى جنة الآخرة. فإذا أنزل في قبره يأتيه ملائكة المؤمن حبيب الله هل يؤذيه ربنا؟ أبدا. تأتيه الملائكة التي أحبته لحب الله له ما دينك من نبيك؟ ثم بعد ذلك يسألونه ينطقه الله لأن الله لأحبابه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله الكريم والفضل. ثم يرى يساره فإذا به يرى النار فيخاف فيقال لا هذا مكانك لو أنك عصيت الله. انظر يمينك فيرى الجنة فيقال هذا مكانك لأنك أطعت الله. لذلك يبدأ ينادي يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. ثم تقول للملائكة لا نوم الآن نوم العروس. نوم العروس في قبره؟ أحد ينام نومة عروس في تحت في المقبرة؟ الناس فوق ما يستطيعون يقفون على قبره من شدة الحر وهو في ينام نوم العروس. وتأتيه من روح الجنة وريحها. لماذا؟ لأنه حبيب الله. وتمر السنين وهو نائم نومة طيبة آلاف ملايين السنين لا يشعر بها. فإذا حشر الناس وأتي بهم إلى يوم المحشر يوم القيامة يخرج مع الناس لأن هذا هو مآلنا. ما الذي يفعله الله به؟ يظله يوم في ظله يوم لا ظل إلا هو. فتمر عليه الخمسين ألف سنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة المكتوبة يعني مثل صلاة الظهر أو العصر. فهو آمن في وقت يخاف فيه الناس في وقت تشيب فيه الولدان في وقت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هو آمن هناك في ظل الله يوم لا ظل. لماذا؟ لأنه حبيب الله. ثم إذا كان يوم الحساب يستره الله فلا يراه أحد إلا الله. ثم إذا كان المرور على تلك الظلمة التي بين الميزان وبين الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يتمنى؟ أتمم لنا نورنا. فإذا أتى على النار يمشي تقول له النار يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري. ثم بعد ذلك يدخل إلى جنة الله. إذا كان أقل الناس منزلة في الجنة يسير في أملاكه آلاف السنين
ويعطيه الله تعالى ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا بل عشرة أضعافه، هذا أقلهم، كيف بأحبابه؟ ولذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو ما نكسبه من حب الله، هذا الذي يجعلنا نجيب على جواب لماذا نحب الله. يا أيها الناس، ربنا متودد إلينا، كم يتودد الله إلى عباده يا إخوة. خير الله إلى العباد نازل وشر العباد إلى الله صاعد. خلقنا الله عز وجل وعبد الناس غيره، ادعوا أن لله ولد وهو لا إله إلا هو جل جلاله، ما غضب عليهم وإذا تابوا قبل توباته، أرزاقه لا تنقطع عن الناس ويشكر غيره ولا يشكر هو جل جلاله، يتقرب إلى العباد والعباد تصد عنه وما ذلك يصبر عليهم ويحلم، بل إنه يأمر ملائكته فيقول إذا هم عبدي بالحسنة اكتبوها ولو لم يعملها وإذا هم بالسيئة فلا تكتبوها إلا إذا عملها وإذا تبت مسح الله لك كل ما مضى. هذا حب الله. فيا أيها الناس، هذا هو الودود، هذا هو الودود المحب لعباده الذي لا يقنطهم من رحمته والذي يفتح لهم أبواب الخير والذي يعينهم دوما على الوصول إليه. فلنحب ربنا، يجب أن نحب الله. كيف نحب الله؟ حب الله ليس كلام نقوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن حب الله نصل إليه من خلال اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، حب الله بأن نعمل ما يحبه. من أراد أن يعرف مكانه عند الله فلينظر إلى مكانة الله في قلبه، إيش مكانة الله في قلبك؟ الله يحب الصلوات، إيش ما هو حجم الصلاة في فؤادك وفي قلبك؟ الله يحبك أن تبر الوالدين، يحبك تترك الحرام، يحبك تقبل، يحبك تتوب، يحبك تدعو، يحبك تشكر، هل أنت كذلك؟ الحب ليس كلام، الحب عمل. ولذلك الإيمان يا إخوة يرتكز على الحب والخوف والرجاء. تحب الله فتنطلق إليه حياء منه وحبا فيه، وأيضا تخاف من عقابه لأنه إذا غضب فغضبه شديد، وترجو رحمته لأن رحمته وسعت كل شيء. تجمع بين هذه الثلاث الأمور وتمشي على منهج الله وتثبت على ما يرضي الله، إذا عشت على هذا أبشر بخير. فأنت تتعامل مع الذي لا يضيع عنك ولو مثقال ذرة. ترى يمكن أنت ناسي صدقاتك اللي تصدقتها العام الماضي، هل تذكر كم مرة تصدقت من سنة إلى الآن؟ تذكر؟ ما تذكر، لكن الله يذكر. هل تذكر كم سبحت الله من مرة؟ ما تذكر. هل تذكر كم صليت على رسول الله؟ ما تذكر. هل تذكر كم خطوة أتيت بها إلى المسجد؟ أنت ما تذكر، لكن كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. لماذا؟ حتى لا يظلمك شيء. ويعطيك بعد أيام جايك رمضان، هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويا حسرته من مر عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، لأن هذا الموسم هو أعظم المواسم التي يحبها الله عز وجل. فيا من تريدون حب الله، الله أثبت لنا حبه لنا بكل هذا الخير الذي نحن فيه، فلنقبل عليه حياء منه وحبا له ورجاء بما عنده وخوفا منه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر منه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. أولا، الرؤية الشرعية لم تفرض عبثا، وعندما يكون هناك بعض الآباء يمنع الرؤية الشرعية فهو مخطئ. والله لست أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشد حرصا على الدين منه، ومع ذلك أقر. لماذا؟ لأن الرؤية لها علاقة بالأرواح، فلذلك قال حري أن يؤدم بينكما، يعني تتقابل الأرواح، قد لا يكون هناك قبول. هذه يا أخي زوجة ذي ما هي شريك، ممكن تنقض الشراكة معها غدا، ستعيش معه العمر كله، فإذا لم يكن مقتنع بها مشكلة. فإذا لابد أيضا نهتم إلى الرؤية الشرعية. ثانيا، السؤال ثم السؤال ثم السؤال. اسأل عندما يتقدم أحد إلى ابنته قبل أن ترميها في بيته، اسأل عن دينه، اسأل عن أخلاقه، اسأل عن رحمته، اسأل عن بره، اسأل عن علاقاته، اسأل عن أدبه، اسأل عن هذه الأمور،
احرص عليها قبل أن ترمي بفلذة كبدك في حضن رجل غريب. وكذلك المرأة، المرأة اسألوا عن المرأة، العرق دساس، ابعد عن المرأة التي منبتها سيء. غالبا الأم لها أثر في البنت، فاسأل عن الأم قبل أن تسأل عن البنت. على المتزوجين والراغبين في الزواج وأهلهم أن يحرصوا على إدراج أبنائهم في دورات تأهيلية قبل الزواج. يا إخوان، الجيل الذي نعيشه ليس الجيل الذي نعيشه قبل 30 سنة أو 40 سنة. الآن الذي يربي ابنك ليس أنت، الذي يربيه الجوال الذي في جيبه والقناة التي يشاهدها. أنت لا تراه لساعة في اليوم أو كل يومين أحيانا، بينما جواله هو الذي يربيه. إذن هناك أمور تخفاك، انفتحت علينا أمور نحتاج إلى فقهها ومعرفتها. ولذلك وضعت الدورات الأهلية. هذه الدورات الأهلية ما فائدتها؟ أن يعرف كل شخص شخصية الطرف الآخر. يعني مثلا زوج ابنك مثلا رجل بارد لا مبالي، من هي الزوجة التي تصلح له؟ تأتي بواحدة مثله مثلا؟ أو ابنك مثلا أحمق لا يجيد الحياة، هل تبحث عن زوجة مثله؟ معرفة الشخصيات تحدث من خلال الدورات والاستشارات. أيضا ضبط ردود الأفعال. معظم مشاكلنا يا أخوة هي عبارة عن ردود أفعال. هذه الدورات تعلمك كيف تفعل عند الغضب، كيف تفعل عند وجود مشكلة ما، عندما يحدث الأمر الفلاني للمرأة. الرجل جاهل أحيانا في أحوال المرأة، من خلال هذه الدورات يتعلم ويعرف كيف يدير الحياة الزوجية، الحياة المالية كيف يديرها. كل هذا نجده في الدورات. أيضا من المهم قبل الزواج المكاشفة، المكاشفة المصارحة. علمهم بظروفك المادية، أخبرهم بطبيعة عملك، أخبرهم إذا لديك أمراض أو عيوب صحية، أخبرهم عن أي عادة تكرهها وتحبها حتى هي تقول لك لا تنصدم. بعض الرجال أنا أعرفهم تزوج على فتاة، فلما تزوج بها ودخل بها وخسر ما خسر، وإذا بها لديها مرض لم يخبروه أهلها به. لماذا الغش؟ وكذلك بعض الرجال لديه عادة قبيحة ولا يخبر. مثلا بعضهم عنده وسواس، عنده مشكلة مثلا في المخدرات، لديه مشاكل مالية ضخمة ولا يخبرون. لا، هذا كله من الغش. فيجب إذن قبل الزواج أن ننتبه لهذه الأمور. أيضا هناك يا إخوة دور مهم وعظيم على الوالدين. أنت أيها الأب لا تضغط على بنتك أنها تتزوج فلان، إذا لم تحبه فأنت تكرهها على أمر لا تستطيع العيش معه، ويوما من ما ستأتيك معها ولد أو ولدين. يلا، الضغط غلط. اجعل الأمر يأتي بقناعة، هذه حياتهم وليست حياتك. ولا تقول وأنا ودي وجهي من الناس، ولا أنا أعطيت كلمة. لا، هذه ما فيها كلمة. للبكر الحق في أن تختار زوجها، هذا شيء شرعه الله عز وجل لها. فلا بد إذن من التريث والصبر وعدم الضغط. كذلك خففوا على أبنائكم، خففوا المهور. كم من رجل كفؤ لا يستطيع الزواج بسبب ماذا؟ بسبب التكاليف والمصاريف وغلاء المهور، ويضرب بالمئات الآلاف وعشرات الآلاف. لماذا يا أخي؟ ثم بعد ذلك يأتون في ليلة يخسرون فيها 50-60 ألف، ينتهي الزواج، ثم بعد ذلك تأتي المصائب على الزوج، ثم تضيق به الحياة، ثم تظهر المشاكل، ثم سنة سنتين وهو يربي لك ابنته. لم ترحمه أنت في البداية، فكيف يرحمك هو في النهاية؟ لكن عندما تبنى العلاقة على الحب، النفقة تكون من الطرفين، يعني الاستعدادات تكون من الطرفين، والتعاون والتسهيل. يا أخي اشتري في هذا الزمن لابنتك زوجة. والله نحن في زمن قل فيه الرجال، كثر الذكور. ما الفائدة من المال الذي لا يجلب السعادة لك أو لابنتك؟ لذلك لا تكن أنت عقبة، لا تكن عقبة، بل ليس عيبا والله أن تكون سندا وعونا لهم في بداية حياتهم حتى يقومون. أيضا يجب على المتزوجين الجدد أن ينتبهوا. الإعلام يصور لنا الحياة الزوجية حياة رومانسية، والشابة تظن أن سيأتيها شاب على فرس أبيض وشاب جميل لا لا، الإعلام شيء والحياة شيء آخر. يجب أن تقتنع أنك تدخل على امرأة لديها عاداتها وطباعها وتقاليدها، وأيضا المرأة يجب أن تعلم أن الزوجة مثلها كذلك. فموضوع التلفزيون والأفلام هذا ارموه جانبا، والرومانسيات هذه يجلسون يشتغلون فيها شهر عشان يعطونك 5 دقائق حب، تجلس تبكي أنت ثم تظن أن الحياة كلها بإذن هذا. فإذا تم الزواج وإذا بك تنصب، لا، هذا ليس موجود. أيضا من الحقوق المشتركة قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه قاعدة فرضها الله عز وجل، لها مثل الذي لك. فمثلا الزينة والنظافة، بعض الناس ما تستطيع تصلي بجانبه من رائحة الدخان، كيف حال زوجته في البيت؟ من رائحة عرق جسده. هل تعلمون يا كرام فائدة لكم، أنه يجوز بل يجب على من رائحة جسده مؤذية للمصلين ولا يستطيع علاجها أن لا يصلي في المسجد مع المسلم؟ فكيف تتحمله زوجة ورائحته نتنة
والدخان لا يتوقف ولا يعرف الطيب وشعر الأشعث، وإذا رأيته تقول أعوذ بالله بسم الله، تحسبه أنه جنيا من الجن، ويريد من المرأة أن تأتيه مثل التي في التلفزيون وإلا يطلقه. ها سبحان الله، ما هذا؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي لها إحساس كما أنت لك إحساس، الحب ثم الحب ثم الحب. جرب يا أخي إذا دخلت إلى زوجتك مرة وهي غضبانة ثم وجدتها تتكلم وأنت فقط ضع يدك على خدها وقل الله ما أجمل عينات، والله 180 درجة. المرأة تريد الكلمة الرقيقة، المرأة سهلة ضعيفة، المرأة قارورة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. فلا تكن أنت يا أخي جاف عاطفيا، بعض الناس يقول عيب، أقول لها أحبك عيب، وأنا أعوذ بالله، لا يا أخي قلها يا. قلها، هذه زوجتك، هذه أم أبنائك، هذه الذي تعرف عنك ما لا يعرفه عنها أمك ولا أبوك ولا أبنائك، هذه سرك، هذه لباسك وأنت لباسها، هذه سكنك وأنت سكنها، اكرمها، أعطها الكلام اللذيذ، الكلام الجميل. بعض الناس سبحان الله في الخارج تجده من ألطف الناس وفي البيت أسد هصور، لا يا أخي هذا ليس بالصحيح. أيضا أيها الإخوة، الاحترام وعدم رفع الصوت، كثير من البنات الآن يرفضون الزواج بسبب سوء خلق أباهم، يقول إذا كان سيأتينا زوج مثل أبي والله لا أريد الزواج، من سوء خلقه وعدم احترامه، دائما يهزئ الأم، دائما يضرب الأم، دائما لا يرى أن لها معروفة، كرهت منها خلق عرض الخلق الآخر. أما أن تكون إنسان غير محترم فهذا ليس والله بالصحيح. البشاشة، الابتسامة، بعض الناس ما يعرف يبتسم في البيت، بعض الناس ما يعرف يقول كلمة حلوة، بعض الناس ما يعرف يشكر، كل هذا غلط أيها الإخوة. أيضا هذه من الأشياء التي في العشرة، أيضا من الأمور المهمة قضية التغافل بين الزوجين، لا تدقق. رجل طلق زوجته فلما قيل له لماذا طلقتها قال أبدا، كان الملح زائد في الطعام. ما شاء الله، فقط طلقها لأن الملح زائد في الطعام. كيف تطلقها بهذا السبب التافه؟ قال لا، ما هي القضية قضية الملح، القضية أنها أحضرت الطعام فقلت لها أن الملح زائد، قالت لا الملح ما هو زائد، قال لا الملح زائد، قالت لا ما هو زائد، بس أنت ما يعجبك طبخ، أنت ما يعجبك إلا طبخ أمك، قال أمي لا تقربيها، كانت إلا أمك اللي فيها وأمك اللي فيها وحتى كبرت ثم طار، والسبب ملح. ما رأيك لو أنه أسكت وبلعها وشرب معها ماء؟ يقول ليس الغبي بسيد في قومه بل سيد قومه المتغابي الذي يغفل ويمشي ويفوت، وهكذا تبنى الحياة. من الأمور المهمة أيضا القناعة بوضعكم المادي، لا بد أن يقتنع الرجل بزوجته والمرأة تقتنع بزوجها، ما أحد أجبرك على الزواج من هذا الإنسان، هذا إنسان عليه مثلا عنده التزامات، عنده ديون، فقير، لا تطلبين منه الكثير. وكذلك الرجل لا يطلب من زوجته، البعض أيها الإخوة يضغط على المرأة وصل ما تزوجها إلا من أجل ماله، لديها ورث أو لديها وظيفة أو لديها دخل من أهلها أو فيطمع بهذا الأمر، والله حياة تبنى على هذا الأمر، ثقوا تمام الثقة أنها ستنهار قريبا أو بعيد. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر، كلنا مجبولون على حب المال أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال، قذف في قلبك حب المال ثم قال لك هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي، لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر، ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر، ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا اخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر، صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم
ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا هذا الذي يعيث في الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيلة في كل مكان ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له، لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم، الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه، غره جنوده، غره زبانيته، غره المرجفون حوله، وبدأ يظلم ويبطش سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته، يظلم ويبطش يستغل قوته. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية، يقول له الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي يستهزئ حتى في دين الله ولا الذي يعيش على معاصي الله، يقول الله عز وجل له: انتبه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الله عز وجل يصبر، لكن في نهاية الصبر هناك حساب. وهذا هو عدل الله عز وجل، أن الله يمهل العبد، يصبر على العبد، يفتح له الفرص لعله أن يتوب. ولذلك يا إخواني، إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين، لا تظنوا أن هذا عجز من الله عز وجل، لا، تعالى الله عن ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه، قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة. ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العباد. طيب وحقوق الناس والناس المظلومة؟ لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، لكن هذا ينجو من النار، وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل. لكن ربي لا يحب أن يعذب عباده. إذن يا إخواني، أولا نعلم ما معنى الصبور، هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة، الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة. الثانية، اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء، لا، كل صبر له نهاية عادلة، سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم، وهذا تمام عدل الله عز وجل. المسألة الثالثة، اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان. واسمع لهذا الحديث، علشان إذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد، تركت النوم وأتيت إلى بيته، تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون ثم وقفت بين يدي الحي القيوم، لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر. إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأنت ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله، لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك، لا يضيع هذا عند الله. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟
أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد فرجع الناس إلا هو صابر وقف يدافع عن دين الله، هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله والله لا يخذل. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم لا يخذلون من خلفهم، هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر أيضا؟ أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. إذن يا إخوة لازم نصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل. نصبر حتى فلا نؤذي الله. هل نؤذي الله؟ نعم نؤذي الله عندما نسب الدهر. كم من إنسان يسب اليوم الذي رآك فيه أو الساعة التي رآك فيها، أنت هنا تؤذي الله عز وجل، فلا تؤذي الله بهذا الكلام. اصبر اصبر نفسك عن هذا الأمر لأنه يغضب الله عز وجل. إذن هذا المبحث الرابع وهو الصبر على مرضاة الله. اصبروا يا كرام، فوالله إن مع الصبر الغنم، مع الصبر الفوز. هذه التقوى ليست شيء نشتريه، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، رقة القلب الهداية هذه كرامة من الله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون. ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة ومصابرة الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الموضوع يحتاج إلى صبر، ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل. أيضا يا إخوة نريد الصبر في أخلاقنا، في تعاملاتنا، في تعاملاتنا مع الناس. عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصني، قال لا تغضب، امسك نفسك عن الغضب. وليس الشديد بالسرعة، ما هو الشديد اللي يضرب الناس، الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. اصبر مع زوجتك، عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة، اصبر عليها يا أخي، أن ترضى منها خلقا تكره خلق ترضى خلق آخر. اصبر اصبر أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل، اصبري واحتسبي رحمة بأطفالك، سترا لعرضك، سترا لوالديك. لماذا؟ لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل. الصبر يا إخوة نريده حتى مع أولادنا. بعض الناس إذا أخطأ ابنه دعا عليه الليل والنهار وسبه بكل أنواع السباب. لا يا أخي لا تدعو على ابنك، قد تصدر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك وانت ما تشعر. امسك نفسك يا أخي، اصبر اصبر في تعاملك مع الناس. إذا قابلت الناس، يعني الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كيف تريد العز وتريد الوجاهة وتريد الجاه وتريد المكانة وأنت لا تصبر؟ لازم تصبر. الصبر هذا مطلوب يا إخوة في التعامل مع الناس، كما أنه مطلوب في العبادة. الصبر عند الأقدار، وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلى
إذا ابتليت فاصبر، إذا ابتليت فاصبر، إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة، مرض كلى، مرض أي أمر، وما أكثر الأمراض، لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها. اصبر. لماذا؟ لأن الله قال كلمة عظيمة، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويوم القيامة يود أهل العافية لو يرجعون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من شدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. إذن اصبر يا صاحب البلاء، يا من ابتليت ما بإعاقة ولا بمرض، اصبر اصبر، فوالله إن الله أرحم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعلمها ربي عز وجل. ماذا يقول؟ يقول وبشر الصابرين. خلونا نشرح لكم الآية كلها، نأخذها مع بعض، شوفوا جمال الآية. لما يقرن لك الله عز وجل الصبر بأعظم عبادة، لما يقرن الله عز وجل الصبر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. ثم ماذا قال الله؟ قال ولنبلونكم بإيش؟ هل قال بالخوف والجوع؟ قال بشيء. ما معنى كلمة بشيء؟ يعني مو دائم خايف، أنت يجيك خوف بعض الأحيان صحيح، لكن معظم الأيام آمن وبشيء من الجوع، معظم الأيام شبعان يعني جاك شوي جوع، والمرض معظم الأيام أنت صحيح لكن يجيك شوي مرض. إذن الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلاء، إن أخذ منك شيء أعطاك أشياء أخرى، لا يمكن، هذا هو من رحمة الله. ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت عندك مشكلة واحدة لكن عندك خيرات كثيرات. وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء الله على أنه عطاء، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل، عندما يراك الله وهو يبتليك فترضى، فأبشر بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، من المبشر؟ الله جل جلاله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا دلالة أو يعني اقتباس جميل، ما هي الآية التي بعد هذه تعرفونها؟ قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني الآن قاعد الله عز وجل يتكلم لك عن الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. يعني هذه الآية جت هنا وكأنها تذكرنا بأعظم من ابتلي بإبراهيم الخليل وابنه وأمه الذين رماهم في وسط الصحراء استجابة لله وصبر، صبر وجل المرأة تركض ما بين الصفا والمرأة أم إسماعيل. ربط، ترى ربط جميل يا إخوة بين هذه الآية والتي قبلها. إذن المهم يا أيها المبتلى أصبر وأبشر بالعاقبة من الله عز وجل، بس أهم شيء الرضا. أيضا يا إخوة إلى كل من مات له قريب، رسالة إلى كل من مات له قريب أو حبيب، هل الموت شر؟ هل الموت كله شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله.
فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتليه الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر، وأحيانا للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلونا أعطيكم قصة أسلي فيها كل صاحب أو كل إنسان مات له حبيب. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد، وفعلا أحب هذا الغلام أحبه، حتى صار هذا الغلام يعني عمره سنتين أو ما يقاربها، خلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه، مات هذا الابن بين يديه. فحزن حزنا شديدا وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة، ابحثوا عنها وقرؤوها واسمعوها. المهم ما الشاهد؟ بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام فقال: ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة. قال: بماذا؟ قال: ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه، قال: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح؟ راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات على لا إله إلا الله. فلذلك اصبر اصبر، فالله عز وجل لا يضيع أبدا أبدا أجر الصابرين. إن كل عبادة يا إخوة مبنية على الصبر لا حد لأجرها. مثل إيش؟ مثل مثلا الصيام. الصيام هو الصبر، صح ولا لا؟ صبر النفس عن الشهوات وعن المحرمات وعن المآكل وعن المشارب، ماذا له عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه عندما يقف العبد ليؤخذ من حسناته يوم القيامة فيؤخذ من كل الأعمال، لما يصلون إلى الصوم يقول الله: هذا لي لا تأخذ منه. إذن صومك مرصود ولا يضيع عند الله عز وجل. لماذا؟ مبني على الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. الحج في صبر ولا لا؟ وتعب وبذل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ إلا الجنة، ما له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ مبني على الصبر. وهكذا كل العبادات لما تصبر فإن مآلها إلى الجنة. بقي أن أقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة تخاطبه الملائكة بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن يا إخوة، فلنتعلم الصبر في حياتنا، وأن نحاول أن نتعود على هذه الفضيلة العظيمة، فنصبر عما لا يرضي الله،
ونصبر على طاعة الله ونصبر على أقدار الله ونصبر على الناس والتعامل معهم. إنما رزق الصبر فقد رزق الخير الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا. أحيانا أنت تجد إنسان لك عنده مصلحة فيخطئ فتسكت، لماذا؟ محتاج أنت لهذا الإنسان. هل ربنا محتاج لنا عشان يسترنا؟ لو أن أولكم يقول الله وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا ننقص ملوك الله؟ إذن هو ليس بحاجتنا، غني عنا، ومع ذلك يعاملنا فوق هذا كله بستره. هذا فضل الله، فلنحمد الله يا إخوان على هذه النعمة. الستير يعاملنا جل جلاله ونحن أصحاب خطأ. وذنوب العباد نوعان، ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. الذنوب الظاهرة هي المنكرات العلنية الظاهرة، وهذه فيها وعيد مهم انتبهوا له يا إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ قال الذين يصبحون يسترهم الله فيفضحون أنفسهم. يعني سافر ووقع في ذنب فيأتي ينشر صوره بين الناس، يا أخي سترك الله، أسكت. يصبح أو يمسي الليل كله على ذنب من الذنوب ثم يصبح ينشر هذا الذنب ويخبر الناس وتبجح، أسكت. سترك الله، أسكت، لا تتكلم. إن من نعم الله عليك أن الله يعني أحياك بعدما أماتك، فلا تفضح نفسك. أنت لم تفعل الذنب بقوتك وإنما بنعم الله عليك، ومع ذلك شف تعصيه بنعمته. يعني شفت الشيء المحرم بعينك والعين نعمة، أو سمعت أو قلت أو بعت واشتريت، هذا كله من الله، أليس كذلك؟ إذن أنت تعصيه بنعمة الله. ثم ينظر الله إليك وأنت تفعل الذنب فيسترك بستره ويحلم عليك، ما يعاقبك. ايش رايك انت الان لو احد يخطئ في حلالك وملكك، هل ترضى؟ لا، تسكت وتنتقم وتوقف هذا الانسان او تفضح. اما الله ينظر اليك كل ليله وانت تعصيه ومع ذلك يعاملك بحلمه جل جلاله، فتصبح وقد سترك الله ونعمك معك ما نقص منها شيء، ما زلت تتنفس، آمن في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت ايامك، ما زال كل شيء ما على ما هو عليه. فشوف كرم الله عليك وسترك ثم تأتي تفضح نفسك كأنك يعني تتحدى الله. عشان كذا كل الأمة معافى إلا المجاهر. انتبهوا يا أخوان من المجاهرة، هذا في الذنوب الخارجية. الذنوب الباطنية مثل إيش؟ مثل الحسد، مثل الحقد، مثل الانتقام، هذه ذنوب في الداخل في القلب ما أحد يعرفها إلا الله. هذه الذنوب متى تطلع؟ تطلع في ثلاث مواضع، وأسأل الله ألا يفضحنا يا أخو، لأن كل إناء بما به ينضح، واللسان مغرفة الفؤاد. وإذا أردت أن تعرف ما في جوف الإنسان ففي ثلاث مواقف تستطيع أن تعرف هذا الإنسان. عند الغضب ينفضح الإنسان، لأنه في حال الغضب يبدأ يتلفظ بالألفاظ الموجودة في قلبه. في ناس إذا غضب قال الله يهديك، وفي ناس إذا غضب لم يبقى وسيلة شتم إلا وأخرجها فيك، هذا الخلق الذي في قلبه خرج. الثانية عند حظوظ النفس، ترقيات الأموال، البيع والشراء، هنا يظهر ما في الداخل. هل أنت إنسان نقي تقي؟ من هم أحسن الناس؟ من هم خيار الناس؟ من هم أفضل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام يصف لنا أفضل الناس، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال التقي
النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد. يا رب اجعلنا منه يا رب. إذن عند حظوظ النفس يظهر الذنب الذي في الداخل. والموقف الثالث الذي تظهر ما فيه ما في البواطن في مسائل الحسد. عندما يمدح أحد عندك ويثنى على أحد أو تنظر إلى نعمة أحد، انظر إلى ردة فعلك. ردة فعلك تخرج ما في قلبك. هل أنت تفرح لفرح الناس؟ أنت نقي بإذن الله تعالى. هل أنت تغضب لفرح الناس وتتضايق وتشمئز؟ حاول أن تصلح حالك، فالباطن عندك في مشكلة. هذه الذنوب، هذه كلها يسترها الله، فلا نخرجها نحن، نستر أنفسنا مدام الله ستر. أيضا في الستر يا إخوة، يجب أن تعلم أنك كما تدين تدان. تستر يستر الله عليك، تفضح يفضحك الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا الله ما أعظم هذا الحديث، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انتبه. الآن يا إخوة عندنا مشكلة في وسائل التواصل الاجتماعي، في جوالك عملوا إحصائية فوجدوا وللأسف أن من أكثر المواضيع التي تفتح الفضائح. الفضائح نفرح عندما نشوف فضيحة، بالله انظر إليها قبل أن تحذف. أليس هذا واقع مرير؟ هذا تتبع عورات الناس. من تتبع عورات الناس أنك تبدأ تسأل زوجتك، تسأل إخوانك، تسأل أخواتك، كيف أهل هاك البيت، كيف أشكالهم، إيش مشاكلهم، إيش قالوا، إيش أخذوا، إيش أعطوا. تحرث هذا كله من تتبع العورات.